على وقع زغاريد سكان منطقة كرم الزيتون في الأشرفية، وصل النائب البيروتي ميشيل فرعون مزهوًا، كيف لا وهو في قاموسه يحاول مساعدة هؤلاء الأهالي الذين صنفت الأمم المتحدة منطقتهم من بين أفقر مناطق لبنان على توفير متنفس لهم بإنشاء حديقة عامة وملاعب رياضية على أملاك تابعة لمصلحة السكك الحديد. فمن هذه الأرض المهملة منذ أكثر من 30 عاماً والمتنازع عليها، اختارت كتلة القرار الحر عقد مؤتمر صحفي أكدت فيه أن ما تنفذه هو لوجه الله وخدمة للمواطنين. ولم يكتفي فرعون الكتلة بتأكيد حرصه على الأملاك العامة، بل وجه سهامه نحو وزيري الأشغال والاتصالات والمدير العام للمصلحة. نحن أول شيء مش عايزين حدا يفرعن حدا، يعني نحن يعني بخدمة الناس، خلوا يشوفوا غيرنا اللي عم يستأثر بالسلطة بدون ما حدا يردهم. حضرته مدير عام النقل بدون ما يمرق على أي إدارة محضر كونترا صفقة لا يأجر هالمنطقة مطلوبة من النواب من الأهالي ومن المجلس البلدي كباركينج، وإذا مع هنجار بلا هنجار معنا تفاصيله. هو على صدد، برجع بقول انه ما كان بدنا ندخل بالتفاصيل، بس ما زال حاطط كرافات ورا مكتبه بده يعطينا دروس بالقوانين، رح نعطيه دروس بالاخلاق. اول شيء انا اسف لهذا الكلام ان يصدر عن نائب مسؤول. انا بالاخير موظف في هذه المؤسسه مؤتمن علي وعلى املاكها، ما عندي شيء تحت الطاوله، وسمعته على التلفزيون تحت، انا كل اموري فوق الطاوله واللي احنا ماشي الحال. البعض عم بيقلنا انه الوزير هو ورا القصة او ورا القصة، نحن يعني مستغرب اذا كان الوزير معه خبر. اذا معه خبر مشكلة، بركي هو ابتعد عن ولاد بيروت شوي، بس كمان نتأمل ما يبتعد عن روح الانسانية عنده. تلبية حاجات الناس لا تسير ولا تقوم بالمخالفات، ومن غير اللائق بنافذين ان يشجعوا على انتهاك الأملاك العامة تحت حجج وعناوين مش مقبولة. إذا من عمل هيدا الملعب وإذا من عملت هيدا الجنينة، ساعتها رح تشوفوا هيدا المكان عم بيتحول إلى باركينج وإلى سيارات. هيدي المشاريع اللي بحاجة لقروض ميسرة ولهيبات، ونحن بمرحلة متقدمة جدا مع الاتحاد الأوروبي مع البنك الدولي بدراسات واضحة لحتى بنطلق إلى مرحلة التنفيذ. وفي حين فضل الوزير صحناوي النأي عن المعركة ولو حاليا على الأقل، تدعم كتلة القرار الحر قرارها بموقف أهالي المنطقة. وقت اللي بيجي واحد لحتى يجمل ويحسن بنطقتي، ما لازم تقلي له لا، لأنه عم بيحسن وعم بيفكر فيك. إنه شو المشكلة إذا عملوا لهم بستان أو جنينة أو حديقة أو ملعب يجي يلعبوا؟ عيب ما يخلونا يطلعونا من تيابنا، لأنه ما رح بدنا نعمره للملعب لو شو ما صار يصير. ووسط شد الحبال السياسي بغطاء اجتماعي إنساني، يؤكد فرعون مضيه في المشروع متسلحا بسلسلة مستندات قدمها، فيما مصلحة السكك مزمعة على تطبيق النظام والقوانين حتى النهاية. دارين دعبوس، قناة الجديد.